السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. قبل ما نتكلموا على فيديو اليوم حابين نطرحوا على لاعب كبير واسم كبير في الكره الجزائريه وخاصه في المنتخب الوطني الجزائري، هو فوزي منصوري. لاعب اعطى الكثير للمنتخب الوطني خاصه في المنتخب الوطني سنه 1982 و 1986 بجيل ذهبي. اذا رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته، انا لله وانا اليه راجعون. دائما نواصلوا في كشف الاعيب واكاذيب بعض الفئه اللي تاجرت بمشاعر الجزائريين وبعواطفهم واستغلت حب الجماهير الجزائريه وتعاطفها مع المنتخب تاع بلادها، والظلم اللي تعرض ليه المنتخب الوطني هي لعبه على الوتر هذا، وحاولت انها تستغلها في امور تجاريه، امور خاصه بها باش تربح من ظهر الجزائريين. شوفوا الفيديو هذا ونعرفوا بعض الحقائق اللي مازال ان شاء الله راح نزيدوا نكشفوا لكم بعض الحقائق الاخرى على هذه الفئه اللي همها الوحيد هو التجاره وفقط. يا من انت كريم يا رب، زي ما قلت لكم ان شاء الله يوم 21 هيكون يوم النصر. انت تتكلم جد؟ والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. زي ما كل الناس عارفه انا قلت لكم انتظروا مفاجاه مزلزله ان شاء الله النهارده. لسه انا وايمن جايين من مسؤول كبير في مصر الحمد لله، والكلام اللي انا هقوله ده مهم وخطير للغايه يا جماعه. المسؤول المصري اللي احنا لسه جايين من عنده النهارده هيوصل للفيفا باللي احنا هنقوله ده يا جماعه، لان الموضوع كلمه خطير دي هو خطير ومفرح. قدرنا نثبت مكالمه مسجله بين ايتو وبكاري جسامه، المكالمه معانا ومسجله، المكالمه اللي ثبتت يوم 28 مارس قبل المباراه بيومين. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ انت اللي ايه؟ انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضرة النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ وخمسة يا جدعان اصحوا فوقوا وارتعشوا، ظهر الحق خلاص. الجزائر ومصر في كأس العالم ثانية. شكرا لدعمكم الفترة اللي فاتت دي كلها يا جماعة، بعد اذنكم كل الناس تشير واللايف ده يوصل مليون الف لايك، كل يشوفه يعمل لي لايك وكومنت وشير، عشان انا تعبت الفترة اللي فاتت، عشان انا حاربت، عشان انا اتهاجمت، ولكن انا عايز اعرف العالم كله ان موحى تعب والناس بترد له جزء بسيط، عشان انا مجتهد، عشان انا تعبت، عشان انا وصلت يا جدعان، عشان انا حاربت على الحق. ولينا لقاء قريبا عشان كل الدلائل هتبان، والمكالمة المسربة هظهرها، وكل الحاجات اللي قلتها هوريها لكم، والصحفي الفرنسي هوريه لكم وهعرفه لكم. السلام عليكم ورحمة الله، هل من لم يعطيني فيسبوكي؟ أنا من شنال، وعم بيرا طولي فيسبوكي، بعدكم يعني من شنال، يعني من شنال، من شنال يعني فاتح فيسبوك، عم بيرا طول، عم بيرا طولي، وأنا عارف وين هذاك نشكي به، نشكي به، نشكي به للدولة دوك. والله شاكي بك شاكي بك. مثل ما شفتوا خوتي نواصلوا مع موحى الحراك. موحى الحراك كما تكلمنا عليه سابقا، واحد يقول لك دير له في اشهار، انا مش ندير له في اشهار، انا راني نكشف مثله مثل زعيم التخيلات. للامانه باش ما ننساش زعيم التخيلات او بدا يبدل في الـ في الـ في النغمه الموسيقيه نتاعو، قال لكم ما وعدكمش بلي الماتش يتعاود، قال لكم ما وعدكمش الماتش يتعاود، هذا زعيم التخيلات. معليش رانا جايينو كل حاجه بوقتها. نروحوا لموحى الحراق اللي وعدتكم قلت لكم ان شاء الله في الفيديو القادم رايحين نشوفوا شكون هذا موحى الحراق. الفيديو القادم ان شاء الله رايحين تعرفوا شكون هذا موحى الحراق، كي تعرفوا رايحين تصدموا شكون هذا موحى الحراق. ما علينا. اذا موحى الحراق دائما يلعب بعواطف الجزائريين. المقابله سوف تعاد رسميا، المصدر نتاعي، شكون المصدر تاعك؟ هفي هف. ايضا راح نجيب لكم الصحفي الفرنسي، وراح الصحفي الفرنسي اصل مصر، مصر ومصريين اللغه الفرنسيه داخله عليه، عندهم اللغه العربيه واللغه الانجليزيه لغه المحتل، لكن
اللغة الفرنسية خطيتهم خطيتهم. كيفاش انت انت يا موحى الحراق اللي حب الباز راح تدير انترفيو مع صحفي فرنسي؟ وين التسجيل الصوتي؟ ها ورينا التسجيل الصوتي. قلت بلي عندي تسجيل صوتي، طلعوا خلينا نشوفوه، خلينا نسمعوا اسيدي. درنا الحوار اللي انت جريته مع الصحفي الفرنسي، كانش علاه، لانه لقى الشعب نتاعنا وفئه كبيره لاباس بها تحب المنتخب الوطني من قلبها، تحب المنتخب الوطني من قلبها. طبيعة الحال المنتخب الوطني ما كانش يكره المنتخب الوطني، اذا هو وجماعته اللي معروفين، جماعه تاع زعيم التخيلات والجماعه الاخرى، استغلوا هذه النقطه، استغلوا حب الجماهير الجزائريه وتعلقهم بالمنتخب الوطني ولعبوا على الواتر هذا ونجحوا. انا بالنسبه لي نجحوا. علاش نجحوا؟ غير شهر بك 30 يوم تاع رمضان وداروا لنا سكيتشات وكوميديا وجابوا بينا الشهر والشعب يتبع البارطاج اللي لايك البارطاج ويكومونتيولو ويبارطاجيولو، الشعب راح تبع تبع، جابوا بينا شهر رمضان وكانوا قادرين يستمروا شهر العيد ومن بعد العيد الصيف وبعدها العيد الكبير وبعدها روح 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 مش محبسين حتى نوفمبر حتى يبدا كاس العالم. وما يحاولوا زعيم التخيلات مازال يحاول ان يوصلها لنوفمبر، بعد يقول لكم اتطفرت الله غالب. اذا هو وجماعته جابوا بنا رمضان. انا نعترف لهم، بوحة موحة الحراق ممثل بارع. انا صراحة لو جيت انا يا مخرج ولا منتج مصري ندير له فيلم، ننتج له فيلم، لانه ممثل ممثل بارع صراحة. موحة الحراق هاو حق ممثل بارع، لقى جزائريين فئة تحب المنتخب بقلبها وبالعواطف نتاعها، استغل الامر هذا وبدا الفيلمات والسيناريوهات يدير فيها. قصم عقبوه مدى الحياة، المقابلة رسميا راح تعاود، عندي تسجيل صوتي، واسمه صحفي فرنسي يورينا هذا من الحوايج اش حابين نشوفوهم. وينهم؟ كان والو، كان والو. شهر رمضان كذب في كذب، والنتيجة ربح من ظهور الجزائريين اللي ما كانش يعرفوه الجزائريين عادوا يعرفوه موحى الحراق، مثله مثل زعيم تخيلات رانا جايين له. اذا كما قلت لكم هذه بروباغندا اللي داروها والترويج اللي داروه ليهم هما، وربحوا من ظهور الشعب الجزائري واستغلوا طيبة قلب الجزائريين وتعلقه بالمنتخب الوطني. موحى الحراق اللي فئة كبيرة من الشعب الجزائري تساند فيه وراه يدافع، وراه موحى الحراق على الأقل دافع. فاش دافع؟ فاش دافع موحى الحراق؟ فاش دافع موحى الحراق؟ استغل الطيبة نتاعنا. موحى الحراق خدم بينا، خدم بالشعب نتاعنا، تجارة كوميرس. الفيسبوك في مصر فيه دراهم، نعاود نذكر الفيسبوك في مصر واللايفات لي لايف اللي يديرون في مصر فيهم الدراهم. نعطيك حاجة اوفيسيال فيهم الدراهم، ربحوا لظهر الشعب الجزائري. ها نعم. والمصيبة المصريين في اللايف يكتبوا له يقولوا يا موحى يزيك بلا كذب، مصريين ولا تبلادو يقول لك راك تاكل في الخبزة مع الجزائريين، يزيك بلا كذب، عيب عليك. هذا مصريين، بصح حنايا عندنا لا حياة لمن تنادي، بل الأدهى والأمر اللي يتكلم الحقيقة خائن الوطن وجالية كاميرونية. وكي دخلنا في حيط دركا قولوا سلكها موحى الحراق، قولوا أهلنا كأس العالم موحى الحراق، ما نقولوش يا سيدي أهلنا، قولوا يا سيدي يعطينا الأدلة نتاعو، ما كانش. إذا لقانا خبزة طرية للأسف، هذا واقع. بقالنا فيديو راح نقول لكم شكون هذا موحى الحراق، ومن بعدها نروحوا للتنمر مع جماعة زعيم تخيلات. إذا في الأخير متقالة مع مزمن الفيديوهات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.